تبون ما راش عاطيه يقدر يعطي حلول للحرقه. كيفاش نجم يلقى حلول اقتصاديه كبيره باش يطور في بلاد كيما الجزائر؟ ماشي غير الحرقه دابور يفوك يحبس هو بعد يشم الكوكايين باسكو ما على بالوش واش قاعد يحضر، ما يوزنش واش قاعد يحضر. وزيدك حاجه اكثر من هذه، ما كانش احتقار للشعب انه الرئيس يهضر تحت خشمه، يعني يهضر بكلمات وعبارات كانه ما احتقر الشعب، يهضر تحت خشمه، الكلمات نتاعو ما تخرجش واضحه معبره. يهضر على الحرقه، الحرقه هما سببها، النظام الفاسد هذا اللي خدم فيه هو 40 سنه هو سببها، هو من اسباب الحرقه. كون ماشي 3000 مسكن اللي داو دراهمها هو وصحابه وما تبناتش، بالك كون كاين 3000 جزائري ما حرقش، و 300000 جزائري ما حرقوش، ربما الاوضاع تتغير. تبون ما عندوش برنامج. كاش واحد يقول لك البرنامج نتاعي نستخرج الغاز دو شيست، عندنا كنز تستغلوا فيه الكنز. ها يا سيدي هاك جبت الغاز دو شيست والدراهم واش حدير بهم؟ وين هو البرنامج نتاعك؟ والله تجيب صحابك بوتفليقه كان عنده حداد وانت تجيب لنا واحد اسمه نجار ويزيد يدقدق الطرق وطولته واحد اخرى ب 50 مليار دولار يا سيدي سويت. وين هو البرنامج نتاعك؟ حنا اون بارل دو ديفيرسيفيكاسيون ديكونومي، وين البرنامج نتاعك؟ لا رايح للغاز دو شيست، عندك غير جبيلات الحديد والكوبالت في تندوف، علاش ما تلونسيش بروغرام ديكسبلوطاسيون دو غاز جبيلات؟ علاش ما ديفلوبيش لاندستري سيديرورجيك كي نو بيرمي ليكسبور؟ علاش ما ديفلوبيش لا ترانسفورماسيون دو فوسفات؟ او ليو نيكسبورتي الفوسفات بروت نيكسبورتيه ترانسفورمي. علاه اون بارل با دينيرجي رينوفلابل؟ علاش ما نسنيوش الشراكات مع دول الاخرين كبار كي ميتريز لي انرجي رينوفلابل؟ بالك اون فافونير لافريك اون الكتريسيتي. رايح لي الغاز دو شيست، عباك واش معناتها؟ معناتها تبون اللي معاه سي دي فامبير. لازم الشعب الجزائري يفهم، هادو سي دي فامبير يمصوا لكم الدم نتاعكم. مسيو رحماني اون بلوس الى الى il ne fait que exécuter les ordres de la France, puisque ça a été déclaré, M. Rahmani, sur Le Point et Observe, dans le, sur le journal Le Point, où ils ont dit le gaz de schiste, l'Algérie, c'est le terrain d'expérimentation pour la France. C'est clair et net aujourd'hui, M. Rahmani. Bon, chauffe, pêche n'goulou haja. Kaim, daoula, wahda, fil alam, halien, mtmekna, mtekniyet, istikharaj, l'gaz, الصخري والزيت الصخري وما تمد التكنولوجيا هذه حتى واحد، هي الولايات المتحدة الأمريكية برك. يعني أي دولة، الصين، فرنسا، الفنزويلا، أي دولة في العالم تحب تخرج الغاز دو شيست لازمها تتفاهم مع الأمريكان، لأنه هو الوحيد اللي عنده التقنية من 1950 ماشي قبل، وهو يتيستي ويدير في لي ريشيرش في الدومين هذا. لازم الناس تفهم الموضوع هذا، لانه التكنولوجيا تسوى دراهم كبار. اي واحد متمكن من التكنولوجيا يولي براتيكمون متمكن في الميدان هذاك في العالم. نعطيك انا ان اكزامبل، لي شينوا افيك هواوي لا 5 جي اترافير لو موند ما تحرب عليها مع الامريكان. علاش؟ لانه لي شينوا تمكنوا من لا تكنولوجي 5 جي، كي تمكنوا منها قاعدين الى فورنيس ا لوروبي او موند موان شير que les grosses compagnies américaines et européennes تقلبت الدنيا دوروها لهم اسبيوناج اكسترا 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 اي امبارغو سور هواوي وينحيوا لهم ميم جوجل ودخلت فيها جوجل ونسيت سويتو. il faut comprendre on est dans un monde qui évolue de manière technologique. la technologie ولات l'arme de pointe. c'est l'arme de pointe. لازم نفهموا درك حنا اللي حيجي يدير الغاز دو شيست في الجزائر جاي باش يتعلم كيما نقولوا حنايا الحفافه في راس اليتامى. اكانت فرنسا ولا النرويج ولا اي دوله اخرى ولا الهند ما يهمناش، اللي جاي عندنا جاي يزبل الجزائر باش هو يميتريز لا تكنولوجي. جوستومون سي رحمني سي سكي باسي من 62 68 باش الشباب يعرف باللي فرنسا الا في دي زيسي نيكليير صار الجيريا من 68 مين كنا اونت بارونتيز كنا مستقلين بصح كي تقولوا بون حبسي سي سي نيكليير نو يفو شوف هذه ثاني لازم نكونوا صراحه مع الشعب الجزائري. اللي جابوه رجليه الدعق ليه كي نقولوا فرنسا دارت
وحنا علاه ما حبسناهاش هنا شعب لازم ما تقوليش فرنسا دارت اخطيوني من فرنسا دارت والهند دارت حنا علاه قابلين راني جايك جوستومون انا جاي تيمونيش عن جورناليست الجزائري كي افي تفضل تفضل سمع الجزائريين قول هضر كي دينونسي هذا كشف كشف لي زيسيك نيوسيبيير كشف فرنسا راح اتصل بقناه فرنسيه هي فرانس 2 هذا تيمونيش نجلي من عند الجورناليست قال لي عطوني دراهم ورحت وجاي دي زوتوريزاسيون وجاي في دي تورناج وجاي ديموندري قالوا لو دوكيومونتير فات في فرانس 2 قال لي بعد بروبوزيت التلفازه الجزائريه التلفازه الجزائريه باش ندير لو ميم ريبورتاج قال لي لا دوموند تاع تاع تورناج قال لي انحطت قال لي عمري ما عطوني جواب قال لي فرنسا كشفت فرنسا عطوني باش نتورني قال لي وبغيت نكشف فرنسا في الجزائر باش الشعب يشوف قال لي عطوني عطوني ريبورتاج باش الشعب يعرف بلي هادو اسرار ما غيرهم يقعدوا متسوسين الوغ واش بان لهم واش كاين في لي زارشيف اللي ماشي دخلوه شوف هادو امورات تقدر تروح حتى لبعيد على بالك بلي فرنسا خرجت حقيقه من الجزائر في 1978 خرجوا من واد الناموس ومن لي سونتر دو ريشيرش باكتيريولوجيك يعني مراكز البحث للاسلحه البكتيريولوجيه لا المشكل موش في عدوك المشكل في الخبيث خوك ما هذاك هو عدو مستر رحماني العدو الحقيقي او داخل ماشي الخارجي اللي لداخل معاك في الدار اللي قاعد يبيع فيك وانت حي ما نحبش واحد يقول لي فرنسا الالمان الامريكان وانت على تيت اسفار اللي راهم حاكمين البلاد وما يسلا اسفار حنا اونتوريا فرنسا الشعب الشعب لما يحل عينيه يرفض الشعب عمره ما خلاو يحل عينيه دركا دركا حل عينيه نوطاش كو عندهم فئه واللي هي الدوباب اللي راهم خالصين ومقتنعين باللي هادو اللي حكموا الجزائر ما يبغوش فرنسا ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم لكن كانت العامه يعني اغلبيه الشعب يعني حقيقه وطنيين حقيقيين وفاتحين عينهم يحبوا الجزائر سوف تتغير لا محاله ولا كان اغلبيه الشعب دوباب راح الامور تستمر هكذا في الأسوأ الى الأسوأ الى الأسوأ لكن يفوك نحبسوا الفكره هذه كبرنا مالاش يتامى درك حنا مالاش يتامى عندنا نبره تاع دوله عندنا حدود معترف بها دوليا عندنا قطعه ارضيه عندنا شعب حقيقي وشعب طائر حاليا خاصه قياده سياسيه لازم يتمحور حول قياده سياسيه وما يجيوش انا اصحاب سلميه اصحاب قطبور والثروات هذيك البنفسجيه ولا الفيوليه والصفراء والاورنجيه ما لحقت الوالو هذيك لانه لو سيستم قطبور لما تواصل سلميه دون قياده سياسيه راح ينحيوا جماعه كانوا تابعين الجهه ا ويحطوا نفس الجماعه خامجه تابعه للجهه بي